السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس المتتاليات العددية. إذا اليوم إن شاء الله غنحاول نشوفوا تمرين جديد من سلسلة تمارين درس المتتاليات. إذا تمارين المتتاليات تقريبا كتشابه، ما كاينش فرق كثير، فقط اللي كيتغير هو المتتالية، أما الأسئلة فراها نفس الأسئلة كنلقاوها تقريبا في جميع التمارين. إذا السؤال الأول، نعتبر المتتالية العددية يو ان المعرفة كالتالي: يو ان زائد واحد تساوي خمسة يو ان على جوج يو ان زائد ثلاثة، يو صفر تساوي صفر، ان تنتمي إلى ان. ونعتبر المتتالية العددية في ان المعرفة كالتالي: في ان زائد في ان تساوي يو ان ناقص واحد على يو ان. بين أن مهما يكون يو ان أكبر من واحد، أو مهما يكون ان كتنتمي لان، يو ان أكبر من واحد. أي بصيغة أخرى، بين أن يو ان مكبورة أو مصغورة عفوا بالعدد واحد، يو ان مصغورة بالعدد واحد، أي أن واحد أصغر من يو ان. إذا هذا النوع من الأسئلة فدائما كنجاوب عليه باستعمال البرهان بالترجح. البرهان بالترجح، إذا لنبين بالترجح أن مهما يكون ان كتنتمي لان، يو ان أكبر من واحد. المرحلة الأولى دائما مرحلة التحقق، إذا خصني نتحقق. إذا من أجل ماذا؟ من أجل ان تساوي، إذا كنتحقق من أن الحد الأول لهذه المتتالية يحقق هذا الشرط. إذا الحد الأول غنشوف أنا هنا ان كتنتمي لان، يعني كنبدأ من الصفر، إذا كانت كتنتمي لان إطوال كنبدأ من الواحد. إذا من أجل ان تساوي الصفر لدينا، إذا كنعوض ان بالصفر، إذا غنشوف واش يو صفر أكبر من واحد. يو صفر تساوي حسب المعطيات تساوي جوج، إذا يو صفر أكبر من العدد واحد، يعني العلاقة محققة من أجل أن كتساوي لنا صفر. طيب، يعني إذا ندوزو دابا للافتراض. نفترض دائما كنفترضو السؤال، نفترض أن هاد الشي هذا صحيح، نفترض أن مهما يكون أن كتنتمي الآن يو أن أكبر من واحد. ولنبين أن يو ان زائد واحد أكبر من واحد، شنو كيعني هذا؟ كيعني أننا خصنا نبينو أن الفرق دائما العدد، إذا كان هنا عدد دائما كنديه للطرف الأول باش كتجيني سهلة. إذا واحد غنديه لعند يو ان زائد واحد غتولي ناقص واحد أكبر من صفر، إذا يكفي نبينو أن يو ان زائد واحد ناقص واحد أكبر من صفر، إذا غادي نديرو الفرق. ان زائد واحد ناقص واحد تساوي، اذا يو ان زائد واحد غادي نعوضها بالقيمه ديالها اللي هي خمسة يو ان على جوج يو ان زائد ثلاثة ناقص واحد. اذا غنوحدو المقامات، المقام الموحد هو جوج يو ان زائد ثلاثة، اذا خمسة يو ان على جوج يو ان زائد ثلاثة ناقص ماذا؟ ناقص عندنا واحد، يعني هي واحد على واحد، يعني جوج يو ان زائد ثلاثة على جوج يو ان زائد ثلاثة. إذا دابا غادي نجمعو أو غادي نحسبو الفرق، إذا يو ان زائد ثلاثة في المقام خمسة يو ان ناقص ماذا؟ ناقص جوج يو ان ناقص زائد، هي ناقص، إذا خصني ننتبه للإشارة، ناقص ثلاثة. إذا الفرق يساوي ماذا؟ إذا جوج يو ان زائد ثلاثة، خمسة يو ان ناقص جوج يو ان هي ثلاثة يو ان ناقص ثلاثة. دائما نحاول نبسط، يعني نحاول نشوف إمكانية ديال التعميل. إذا في البسط عندنا الإمكانية ديال التعميل بالعدد ثلاثة، في الحد الأول غادي تبقى يو ان ناقص الحد الثاني غيبقى واحد، إذا على جوج يو ان زائد
ثلاثة. دونك أنا هاد التعبير هذا خصني نلقاه أكبر من صفر. إذا لدينا، إحنا عندنا في الافتراض بأن يو إن كبر من واحد، يعني أن يو إن كبر من صفر حسب الافتراض، حسب الافتراض. إذا لدينا جوج يو إن زائد ثلاثة أكبر من صفر، لأن يو إن كبر من صفر زائد واحد العدد موجب، إذا كل شيء سيكون موجب. وكذلك لدينا يو إن ناقص ثلاثة أكبر من صفر، يو إن ناقص واحد، عفوا، إذا لدينا يو إن ناقص واحد أكبر من صفر، لأن يو إن أكبر من واحد، إذا يو إن ناقص واحد أكبر من صفر. إذا البسط موجب والمقام موجب، إذا الموجب على الموجب راه موجب، وبالتالي يو إن، يعني هذا الفرق هذا اللي هو يو إن زائد واحد ناقص واحد أكبر من الصفر. إذا بينا بأن يو إن أكبر من الصفر، أي بينا بأن يو إن زائد واحد أكبر من واحد. إذا الافتراض ديالنا راه صحيح. إذا مهما يكون إن كتنتمي الآن يو إن أكبر من واحد. دائما كنرجعو للافتراض، كنرجعو كنجاوبو على السؤال اللي مطروح. السؤال دابا الموالي بين أن الذرتين متتالية هندسية، وحدد أساسها وحدها الأول. متتالية هندسية، إذا خصني نلقى بأن الذرتين زائد واحد تساوي ماذا؟ تساوي واحد العدد في الذرتين. إذا خصني نقلب على تعبير بحال هذا، يعني كنطلقو من الذرتين زائد واحد وغادي نلقاوها كتساوي لنا واحد العدد ثابت كينتمي لآر مضروبة مضروب في الذرتين. إذا ننطلقوا من في ان زائد واحد تساوي، احنا عندنا في ان، إذا كنعوضوا ان بان زائد واحد، إذا غادي تولي يو ان زائد واحد ناقص يو ان. دائما هاد ان زائد واحد نكتبها لتحت شوية لأنها انديس ما نطلعهاش للحد ديال ناقص واحد، باش ما نطيحش في اخطاء في عمليات حسابيه. اذا على يو ان زائد ماذا؟ واحد. دابا نعوضو، اذا غادي نعوض يو ان زائد واحد بالقيمه ديالها، اذا هي خمسة يو ان على جوج يو ان زائد ثلاثة ناقص واحد. وكذلك في المقام غادي نعوض يو ان زائد واحد بالقيمه ديالها. إذا هاد التعبير الفرق راه سبق لينا باش حسبناه في السؤال السابق. إذا هو هذا هو الفرق اللي حسبنا ديال يو ان زائد ناقص واحد. إذا ممكن نكسبو بشكل مباشر وممكن عادي نحسب. إذا شتو كنا لقينا بأن هاد الشي هذا ثلاثة يو ان ناقص واحد على جوج يو ان زائد ثلاثة على خمسة يو ان على جوج يو ان زائد ثلاثة. إذا نبسطو هاد الكتابة، عندنا أ على بي على سي على دي، إذا تساوي ماذا؟ أ على بي في المقلوب ديال المقام اللي هو دي على سي. إذا ثلاثة عامل يو ان ناقص واحد على جوج يو ان زائد ثلاثة مضروب في المقلوب، في المقلوب ديال هاد المقام اللي هو جوج يو ان زائد ثلاثة على خمسة يو ان. إذا جوج، إذا حنا عندنا إمكانية الاختزال بجوج يو ان زائد ثلاثة. شنو كيبقى؟ كيبقى لينا هنا ثلاثة عامل يو ان ناقص واحد، وكيبقى لينا خمسة يو ان، خمسة يو ان. إذا إلا لاحظنا مزيان غنلقى بأن هاد التعبير هذا راه هو في ان، وحنا هاد الشيء علاش كنقلبو؟ كنقلبو على أنني نحسب في ان زائد واحد ونلقاها كتساوي لنا عدد في في ان. إذا العدد هو ثلاثة على خمسة وفي ان. إذا لقينا بأن في ان زائد واحد كتساوي لنا ثلاثة على خمسة في ان، وبالتالي في ان متتالية
هندسية 3/5 هو الأساس ديالها، أساسها كي كتساوينا 3/5، وحدها الأول. إذا الحد الأول دائما كنشوف ان عندنا بالنسبة للفين كتنتمي لان، يعني الحد الأول هو في زيرو، إذا حدها الأول في زيرو، إذا في زيرو يعني كنعوض ان بالزيرو وكنحسب. إذا يو زيرو ناقص واحد، يو زيرو كتساوي لنا هي جوج حسب المعطيات، جوج ناقص واحد هي واحد، واحد على جوج، إذا حدها الأول واحد على جوج. السؤال الموالي، اكتب في ان بدلالة ان. دائما هذا النوع ديال الأسئلة خصني نتابع إذا كنت كنعرف الطبيعة المتتالية، يعني واش تزايدية ولا تناقصية، فهنا كنستعمل الحد العام، الصيغة ديال الحد العام. إذا في ان حسب السؤال السابق هي متتالية هندسية، الحد العام كنعرفوا بأن في ان كتساوي لنا هي في بي كي أس ان ناقص بي، هذه الصيغة العامة، في بي هو الحد الأول سواء كان في زيرو في واحد أي حد أول. إذا بالنسبة لنا احنا الحد الأول هو في زيرو أس كي ان ناقص صفر أي أس ان، وبالتالي في ان دائما هذه القواعد حاولوا تضبطوها وحاولوا تستعملوها باش كترسخ، لأن العملية راه سهلة، فقط خصنا يعني شوية ديال التمرن باش كنضبطوا القاعدة. إذا في ان في زيرو هي واحد على جوج، الأساس لقيناه هو 3/5 نص ان. إذا احنا كتبنا في ان بدلالات ان. دابا كتابة يو ان بدلالة ان، إذا يو ان انا ما كنعرفش الطبيعة ديالها، يعني ما كنعرفها لا واش متتالية هندسية لا حسابية. إذا هنا شنو كندير؟ كنستغل العلاقة اللي كاينة ما بين يو ان وما بين في ان. إذا لدينا في ان حسب المعطيات، في ان كتساوي لنا يو ان ناقص واحد على يو ان. إذا هنا شنو غادي ندير؟ غنحاول نكتب يو ان بدلالة في ان، ومن بعد نعوض في ان بالقيمة ديالها. إذا عندنا في ان على واحد، إذا كندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني في ان مضروبة في يو ان، إذا في ان يو ان تساوي ماذا؟ واحد في يو ان ناقص واحد، أي يو ان ناقص واحد. إذا كنحاول نازل في يو ان لواحد الطرف، إذا غادي ندي هاد يو ان الطرف الأول، إذا في ان يو ان ناقص يو ان تساوي ناقص واحد، غادي نعملو بيو ان. إذا يو ان كيبقى لينا في الحد الأول في ان، وفي الحد الثاني تبقى ناقص واحد تساوي ناقص واحد. إذا أنا خصني نلقى يو ان تساوي، إذا هذا التعبير هذا غنديه للطرف الثاني، ومادام كاين جداء إذا كنقسم عليه، إذا على في ان ناقص واحد. إذا احنا لقينا يو ان بدلالة في ان. دابا خصني نعوض، إذا ناقص واحد على ماذا؟ على في ان، في ان ها هي هادي، إذا هي واحد على جوج، 3/5 ان ناقص واحد. إذا احنا حسبنا يو ان بدلالة ان. السؤال الأخير، احسب الليميت ديال في ان ثم الليميت ديال يو ان. إذا الليميت ديال في ان غادي نطبق، غادي نستعمل السؤال الأخير أو نتيجة السؤال الأخير. إذا الليميت ديال في ان في بلس انفيني هي الليميت ديال واحد على جوج 3/5 أس ان. إذا 3/5 أس ان، العدد اللي كاين داخل يعني الأساس محصور بين واحد على جوج أو بين واحد و، إذا عندنا 3/5 محصورة بين ماذا؟ بين واحد وناقص واحد. إذا احنا ملي عندنا الليميت ديال كيو ان وكيو محصورة بين واحد وناقص واحد، فالليميت ديال كيو ان كيساوي لنا زيرو حسب الخاصيات اللي سبق لنا باش شفناهم. إذا هادشي كيقول الصفر، كيبقى لنا واحد على جوج في الصفر أي هي صفر. ودائما ندير التبرير، لأن
3 على 5 محصورة بين 1 وناقص 1. الآن دابا الليميت ديال يو ان بلس انفيني، إذا هو الليميت ديال ناقص 1 حسب النتيجة الأخيرة، 1 على 2 3 على 5 أس ان ناقص 1. إذا 3 على 5 أس ان تؤول إلى الصفر، إذا شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي ناقص 1 على الصفر ناقص 1، إذا ناقص 1 على ماذا؟ على الصفر ناقص 1، أي هي العدد ناقص 1 على ناقص 1، إذا هو العدد 1.